أطلب من سيادتكم أن نوافق على اسم دفعتنا باسم المجاهد من غرفة أن نقيد طهارة دفعتنا. نفتخر بأن نكون اليوم ها هنا وأمامنا هذه النخبة من المتخرجين المؤهلين، والتي هي نتاج عمل مكثف وتكوين نوعي رفيع المستوى قدمه طاقم المدرسة طيلة الموسم الدراسي 2023-2024 بهدف تحقيق متطلبات وتطلعات القيادة العليا، والذي يتميز بتخريج جيل جديد من الدفعة الأولى للطيارين الإناث في مختلف التخصصات، وهذا تنفيذاً للقرار المتبصر للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي المتمثل في إعادة فتح التكوين في مجال الطيران للعنصر النسوي خلال السنة الدراسية 2021-2022 بعد توقف دام 35 سنة، وبالضبط منذ تخرج آخر دفعة سنة 1986.